السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس لوميون 10 برو. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الأوبجكتس، فيلا بينا. آخر جزء عندنا هو الإفكتات والإضاءة والصوت. الإضاءة باختصار شديد جدا، أنت طبعا هتشوفها لما تكون الدنيا إلى حد كبير مظلمة. فتعالى أول نقفل النور شوية كده ونيجي تاني. الإضاءة زي أي كتالوج برضو، هو مديك اللايبري الخاصة بتاعتك أنت اللي هتضيفها هنا، وعندك السبوت لايتس حاجة كده زي الاي اي اس عندنا في الماكس، بتختار الشكل اللي يعجبك بتدوس. هو بعد كده تبدأ ان انت تعلى بقى بالإضاءة بالمكان، بيبدأ يديك إضاءة جميلة كده. فدي هتبقى حاجة مفيدة ان انت تضيفها، مثلا لو انت ضايف، يعني لو انت جيت هنا في الاوت دور مثلا وخدت عمود زي كده، فلو انت حاطط عمود زي ده اهوت كده، فهيبقى هو ده اللي عامل الاضاءه ديت يعني. تمام، انت بيبقى عندك الايتم اللي هو العمود او السبوت، وانت بتضيف له اضاءه تنور بيها. طيب عندك هنا برضو ده نوع تاني من اللي هي الاومني لايت. تمام، فانت عندك الاومني لايت اهي، تبدا تتحرك بيها زي ما انت عايز، تحطها في اي مكان، ولما تبدا تكبر هتبدا تلاقيها برضو بتبدا تديك السبوت لايت بتاعها. خلاص، والتحكم بقى بتاع اي حاجه زي ما احنا قلنا، بص هتلاقي الشكل بتاعها كله بيتغير. عاوز تغير لونها اللي هي مدياه زي ما انت عايز، اضاءه بتاعتها قوتها تقلل الرينج بتاعها، يعني انت ممكن تخلي كانه زي السبوت كده. تمام، وفي نفس الوقت يبقى لون باهت او انه يبقى عامل زي الليزر كده، خلاص انت حر بقى. فدي هتعلي الرينج بتاعها، فهتتحكم انت في الايتم بتاعك زي ما انت عايز. طيب عندنا اخر جزء زي ما احنا قلنا بقى، هيبقى الاريا لايت. الاريا لايت ده بيبقى برضو حاجه زي مكان اضاءه كده بيسبوت يعني، بس بيفرش معانا يعني. فانت هتجيب الاداه الموف اب ديت وتبدا تكبر، هتكبر الاضاءه يعني عن طريق انت تطلع فوق بالسبوت، وبرضو زي ما احنا قلنا ازاي تكبر الاضاءه وتفرش الاضاءه نفسها او لا. فالإضاءة سهلة جدا، مش محتاجة أكتر من كده. عندك بقى شوية إفكتات كده، فخلينا أول نرجع ننور الدنيا. الإفكتات باختصار شديد جدا هي إزاي تضيف مية، حاجات زي النافورة هيت. تمام، فأنت لازم يكون عندك الحاجة اللي بتطلع المية، يعني برضو زي الإضاءة أنت كان عندك السبوت أو العمود اللي بينور وأنت هتضيف له النور. فهنا هو مديك مكان هيطلع منه مية، بس انت ده لازم تحطه على حاجة تكون هي اصلا بتطلع مية، يعني مينفعش تسيبها في الارض كده تبقى انت عملت ايه، الارض بتطلع مية يعني. فاهم؟ النار، وبرضو خد بالك من الناس، يعني الناس عشان تبقى عارف حجم النافورة عاملة ازاي يعني. فاهم؟ فعندك حجم النار برضو، يعني ده بص دي نار صغيرة جدا، فلو جبت شخص كده وقفنا شخص عادي، تعالى يا كابتن لو سمحت لنا هنا، ايوه. فلو جينا نضيف هنا افكت مثلا زي النار الصغيرة دي، فهو بص بيقول لك صغيرة بالنسبة للشخص ده، النار دي هتبقى اكبر شوية، بص حجمها كبير. بص دي نار ضخمة جدا يعني، بص دي نار ضخمة جدا، فلو حطيتها بص بقت عاملة ازاي. لازم تراعي انت جايب النار دي حجمها عامل ازاي ومناسب للحاجة بتاعتك ولا لا. برضو زي ما احنا اتحكمنا في كل الايتم بتاعتنا عن طريق المنيو اللي بتطلع لنا على اليمين، هنا برضو الانتشار الشعلات بتاعتنا ديت او جنب بعضهم، بص قوة النار مش عارف ايه، انت هتتحكم في كل ايتم. بص السايز بتاعها ضخم جدا، فانت ممكن تغير وتحكم زي ما انت عايز لون النار نفسها. فاهم؟ قوة يعني بص بهتانة جدا كده، حاجة خفيفة كده، نار خفيفة كده، ولا نار منورة اضاءتها يعني. فانت حر بقى تجيب النار زي ما انت عايز. فلو فرضنا طبعا نشيل النار عشان دي باظت خالص، بقى شكلها عجيب. فلو انت حاطط مثلا نار صغيرة كده، فبالتالي طبعا اي نار محتاج لها شوية دخان، فبرضو الراجل مديك السموك الدخان، وبيقول لك برضو يعني ما ينفعش نجيب دخان زي ده نحطه على نار زي دي، مش ممكن، مش طبيعي يعني. انما هتجيب دخان صغير زي ده تبدا تحطه على نار زي دي، فده كده بقى لحد ما منطقي شويه، خد بالك. نار بقى ملونه اصفر احمر زي ما انت عايز. عندك ضباب بحيث ان هو
لو جبت الضباب ده، فبص ده ضباب اهو، تحطه مثلا هنا كده قبل الحاجة دي فيحسسك. هندوس حرف الام، بص يحسسك لو نزلت كده ان في ضباب هناك هنا اهو. اشكال بقى كتير من الضباب، انت هتختار الشكل اللي يناسبك براحتك. فانت كده بص يعني ايه، حسب برضو الجو اللي انت عامله. فهو راجل مديك صور برضو، يعني بيقول لك الضباب ده يخص ايه، يعني بص ده عاصفة رملية بتاع او تراب. فانت هتختار الشكل اللي يناسبك عن طريق الصورة الكتالوج ده يعني. طيب خلينا نقف هنا في الحتة الفاضية ديت، ونبدأ نجيب شجرة مثلا من الشجر الجميل بتاعنا ده كده، ولتكن مثلا الشجرة دي خلاص. وهنبدأ ان احنا نضيف لها ورق في الارض واقع منها، ورق في الارض واقع منها. احنا قلنا عن طريق الورق اللي في الارض ده اهوت، وتبدأ تضيف لها شوية ورق وعين اهو. طيب انا عايز ان انا الورق ده، بص الورق ده وحشته ان هو ما بيتغيرش لونه، فدي مش حاجة حلوة. طب انا عاوز بقى كمان يبقى انيميتد كده، وشجر ورق بيقع بجد. عندك في الافكتات اخر جزء ده الليفز ده، ده ورق بيقع. فلو انت جيت هنا وضفته في المكان ده او هنا مثلا فوق كده، هتلاقيه كأنه شجر بيقع، ده ورق شجر بيقع. طيب لو دوسنا على الايتم بتاع الليفز ده، عشان احنا ماسكين الافكتات، هو خد بالك هو مش ماسك الشجرة، انا لو كده همسك الشجرة، انما طول ما ماسك الافكتات انا بمسك الافكت ده. هيبدأ يقول لك والله انت عاوز توديه فين، فاحنا عاوزين نطلع مثلا في يعني بص هو كده في هوا بينطره بعيد اهوت، دي بتتحكم في العدد، الاماونت ديت بتتحكم في العدد، فيبقى حاجه بسيطه كده، ده رياح خفيفه قوي، او ان عاصفه بقى فانت، او يعني هوا شديد جدا، فبص الدنيا يعني الورق الشجره هتخلص في ربع ساعه. كمان السايز بتاعها انت ممكن تصغر شويه عشان مش منطقي الورق الكبير قوي ده. فلو قربنا بقى خلاص هتلاقي عندك، طبعا احنا لازم نطلع دي شويه فوق. طيب لو احنا مسكنا الافكت ده كده، عندك اخر حاجه اسمها التايب. التايب ده نوع الورق اللي بيقع، يعني انت لو بصيت على الورق كده اللي بيقع ده كده، هتلاقي الورق ده مصفر كده تمام. التايب ده بقى بيغير لك شكله، بص بيغير لك نوع الورق اللي بيقع اهو. بص انت لو طول ما انا ماشي هتلاقي الورق عمال يتغير. طب لونه بقى، احنا عرفنا ده نوع الورق اللي بيقع، يعني عندك كذا نوع ورق بيقع، هو عمال يغير لك اشكال الورق كده عشان السايز صغير، فانت مش حاسس بحاجه زي كده، بس بص كده تلاقي نوع الورق نفسه بيتغير اهو. ده نوع اهوت، بص ده نوع تاني، ده نوع تالت، ده نوع رابع. طول ما انت ماشي بقى الايه الورق بيتغير، فانت تحاول تجيب ورق يتماشى مع الشجره بتاعتك اللي انت دي جايبها ديت، وتدي السايز بتاعك المناسب، لان ما ينفعش يبقى الورق قد كده اللي طايره وهي اصلا في الطبيعي كانت عامله كده. يعني بص دي ورقه قريبه قوي من الورقه اللي موجوده. خلينا في الورقه المشرشره دي، ونبدا نختار لون قريب من اللون بتاعنا. بص يعني ما ينفعش تبقى لون بنفسجي او لون محمر مثلا ولا لون اصفر، انت هتروح تجيب لون اخضر زي كده تمام، وتبدا تضيفه على الشجره بتاعتك دي، على اللون بتاع الورق اللي بيقع ده. فطبعا هنقلل شويه الدنيا، وانا حاسس ان الافكت عالي قوي، فهننزله مثلا هنا كده، ونشوف بقى الاتجاه اللي هو رايح له فين. يعني بص انت عندك اتجاهين، ده بيلف حواليك، شوف الاتجاه بتاعك اهو، وده برضه ماشي. بص بيبعد قد ايه، يعني تحت الشجره ولا بيبدا الهواء ياخده يمشي بيه بعيد. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، هو ده كان مثلا الافكت بتاع ورق الشجر. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع الافكتات، سواء كان بقى زي ما احنا قلنا ميه او نار او دخان او ضباب او ورق شجر. تعال بقى نشوف اخر جزء اللي هو الساوند. والساوند هو مقسمه لك للوكيشن وحاجات طبيعيه وحاجات اشياء يعني وبيبلز. فانت هتمشي طبعا عشان ده هيصدعنا قوي لو مشينا. انا صراحه مش عاجبني ان هم حاطين الليسته كده ومش مدينا اي اوبشن ان احنا نختار او نسمي او نعمل مجموعات. انت بس بتقف على الحاجه زي دي فيديك صوتها، بص يعني تقف عليها كده
فاحنا لو خدنا صوت زي ده وحطيناه هنا ايه اللي هيحصل؟ ان انا لو مشيت كده وبعدت شوية سوري ارجع ورا، طبعا رينج كبير قوي اللي معمول ده. فلو جينا نقرب هنا كده هيبدأ، بص او مجرد ما نخش الدايرة دي هيبدأ يسمع الصوت، اهو بيبدأ يقرب لك اهو يبدأ تسمع الصوت. هتيجي هنا تبدأ تسمع صوت عالي قوي بقى. طبعا الكلام ده لو احنا جينا هنا بقى وضايفين شوية بط يعني يبقى ايه الموضوع طبيعي جدا. سوري في البيبلز اهوت ال شوية البط اللي قاعدين في تحت الشجرة رهيبة. خلاص فلو انت جيت كده اهو بتبعد، خلينا نجيب الافكتات تاني الساوند تاني، احنا ماسكين ده الساوند ده برضو الفوليوم يعني بص انت كده يعني بص الصوت عالي قوي ده بيوطي الصوت خالص ويعلي الصوت. وعندك الدايرتين دول اللي هو سواء انت يا دوب تسمع تبدا تسمع من اول هنا كده بسيط، هو معاك الجزء اللي جوه والجزء الكبير بتظبطهم زي ما انت عايز اهوت. تبدا تقلل بس ده اقل حاجه يعني. خلاص طبعا انت تقدر تضيف اي صوت بقى يعجبك يعني. احنا النهارده لو انا جنب حاجه زي النار ديت فهندور على صوت نار، بس المشكله بقى انت تقعد تدور يعني دي الرخامه. انا حاليا بقى لازم اقعد احفظ كل المربعات دي يعني، انا احفظ رقم 21 في ورقه مثلا ولا اعمل ايه يعني؟ دي مش حلوه صراحه في البرنامج. هي في السينجز ديت. فانت لو جيت هنا هتلاقي الفاير، هتلاقي في فاير سمول. ماشي يا شكرا. فلو حطيتها كده هتبدا تسمع صوت حاجه زي حطب او حاجه كده. تمام. لو جيت عند جزء فيه ميه فانت برضو ممكن تيجي بقى على جزء زي النافوره اللي كان هنا من شويه اهيت، نافوره مثلا كبيره صغيره، فتبدا تحط الاصوات زي ما انت عايز كده بحيث ان انت لو ماشي اهو لو شلنا بس صوت المايه عشان عالي قوي هتقرب اهوت هتسمع صوت بص النار بتاعتك بس. فده كان اخر حاجه. الجزء الاخير في اليوتيليتي دوت لو انت عايز تقطع حاجه معينه يعني، لو انت عايز تقطع مثلا لو حطينا بيت مثلا، خلينا نضيف بيت الاول عشان تبقى فاهمني. لو انت جبت لو انت عملت بليس كده لمبنى زي ده وعاوز تيجي هنا وتخلي جزء بس اللي يظهر منه، فبص طول ما انت ماشي كده بيظهر الجزء اللي يعجبك يعني. بص اقرب لك تاني اهو، بص طول ما انت بتطلع لازم تكون واخد زاويه عشان هو يحس بالارتفاع اللي انت عايزه. لو جيت كده وخدت القص هنا اهو خلاص، هو الراجل بص قص المباني فانت هتقدر تشوف المكان نفسه من فوق. لو جينا رفعناه شويه كده اهو تشوف مثلا الدور الاول اهو، تشيل السقف خلاص هتقدر ان انت لو طلعنا مثلا هنا كده فوق تشوف المبنى من فوق بس انت شايل السقف نفسه بتاعه. الخلاصة انت لو حد بتشتغل معماري اكتر يعني فانت اللي هتفيدك الحاجات ديت. عندك بقى حاجات كتير ممكن تستفيد بيها، ان انت تحط جريد كده حاجات تعمل قص لجزء من الارضية، تحط تقيس حاجات يعني ممكن تبدأ من هنا تقول من هنا لهنا قد ايه اهوت، فبص طول ما انت ماشي بيقيس بيعمل لك كمان الزوايا من هنا لهنا من هنا لهنا. بص الراجل يعني صراحة يا ريت كل البرامج تبقى عامله زيه كده في حاجه زي دي. بص الراجل كمان ممكن تتحكم فيها تطلع وتنزل تمشي من هنا لهنا. بص هو بيغير معاك كل حاجه في وقتها على طول
ممكن تضيف الجزء بتاع الريفليكشن، بس ده خلينا يبقى نضيفه في الريندر عشان يبقى يفهمه اكتر. والجزء بتاع التكست فلو جينا هنا وضفنا الجزء ده هتلاحظ يعني ان هو عمل له مكان، بس بيقول لك اكتب هنا التكست اللي انت عاوزه. فلو كتبنا مثلا ايه يعني عاوز مثلا، فانت عندك الرينج بتاعها، لو قربت هيبدأ يطلع لك الكلمة اللي انت كتبتها. بص دي الرينج بتاعها برضو اللي انت يطلع لك امتى، زيها زي الصوت بالظبط، فانت بتحكم فيه زي ما انت عايز. البوكس نفسه ده الستايل ده عندك فيه منه كده شكل، فانت بتختار الشكل اللي يناسبك. الحجم بتاعها او بتاع زي ما انت عايز. ارتفاعها انت ممكن تقول لها انا عاوز احط هنا، وممكن تختار مثلا كان في شكل كده نازل منه بتاع في البوكس ستايل، كان في شكل نازل منه زي سهم كده، اه ده جميل ده مثلا. فلو انت ماشي كده اهوت، ده هيفيدنا اكتر في مثلا في الانيميشن. فلو انا جاي ماشي بكاميرا كده او مظهر هنا، هيظهر معايا هاني هاوس، طول ما انا ماشي هو بيلف معايا. فدي برضو من الحاجات الجميله صراحه اللي هتفيدك لو انت شغال في حاجه فيها انيميشن، وعشان تبدا تعرف مثلا يعني انت ممكن تيجي تشرح بقى كل اوضه دي اوضه ايه طول ما انت ماشي جواها يعني. فدي دي فايدتها في حاجه زي كده. مش هطول عليكم اكتر من كده النهارده، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا شير ولايك، واهم حاجه شير يا شباب عشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد بالكورس ده عموما. وما تنساش تعمل سبسكرايب اصلا للقناه او اشتراك في القناه يعني، بحيث ان انت ان شاء الله تشوف الحلقات الجديده. ولو لسه مشترك معانا وده اول درس تشوفه، فارجع شوف الحلقات اللي فاتتك. فاشوفكم على خير وان شاء الله نتقابل المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.